ها المساجد المعترف ما عليها تصحيح الظهر هو والعصر صح، 20 دقيقة، شوف خلاص هو صح. المغرب لا لا شوف، 5 لا دقائق. لا صح صح هلا الحمد لله ما قد لبس لبس طلع على شخص ثاني في البيت، كل لبسي علي انا لحالي. هذا دليل ارجع لل 24 لا طال عمرك هذا من ذكاء حداد الا ذكر الكلب غير اصبر 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 دليل الكلب. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. دائما نطيح سوى استقيم للصلاة. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أما بعد، في باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجع. نحلته يعني عطاه. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ فقال: نعم. قال: كلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جو. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد. سبحانك الله بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اليوم منتجات. اليوم جمعة، وكثروا عصرت على النبي صلى مقرن. ها عيال زي اللعب، فضلك خصم حتى كهربتك هذه اللي بالعلباك انت. والله يا اخي الارض كلها كهرب. فجلس الظهر اليوم يقول من في؟ قلت انا وبحصه وطلال وجابر وفيصل بن هيام. ها لا لا مو كذا. ها وفجر يا اخي استعجل قبل لا يجوا. يلا ما لا العيال كلهم مش عشان تسوق. المشكلة اني سحب على طلال بعد راح. والله ما وضعي لي نصيح. هلا الرجال يقول انا لازم اصيح. ليه؟ والله تجيني حواشير لازم اصيح، خاصة يوم صيح. لا 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 انطعتني لا تصيح. الجمعة ما مو بالحين. والله كان يرتاح. اسمع اسمع. صح ابو ناصر هذا الوقت ابو ناصر مش هتصح. سمعته ها هذا اخراج السلبيه اللي داخل. واحد اثنين ثلاثه اخراج الطاقه السلبيه. اخر شيء في اوه ركزوا معي. تطلع الطاقه السلبيه وتطلع. اثنين ثلاثه انا كني اشوى اليوم والله. حسيت براحه. الله دلعي دلعي. حسيت راجع الطاقه السلبيه. واحده واحده. واحد اثنين ثلاثه. والله حلو. ترى تطلع على الشحنات اللي داخله تحسسك انك انسان نظيف. يمين خش يمين. وين يمين؟ والله يبولوا هاكل. لا يبوا هاكل. ما فيصل قبل شيء صفقت تبعه. سمعت صوتين يصيح؟ لا ما سمعتوه؟ لا لا الحين تكبر. ما سكنا بعد المسجد يقول انا فيني خنق ابي اصيح. قلت له لا تصيح الحين. صح في الوقت المناسب. يا مزال الاصبع وص قوي السحب. قلت له الان الوقت المناسب. صح. كيف تعال تعال عطوا يلا يلا انزل انزلوا. خلوهم يعلنوا. عند محمد. عند محمد. محمد انت مرتبين مع محمد. يلا يلا لا تتاخر. يلا يا لحظه يا عيال لحظه بس خلونا نعلن. استريحوا استريحوا. فيصل استريح الربع. لا لا بنعلن نعلن. يلا 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 جايبين الاغراض اعلن معكم. كل هذا جايبين مع محمد. مع محمد الله يرحم امه.
لي بنظره. انا عاد انا اضيع بنفسي يا اخوي، فك اطلع من حياتي. ما قلت شيء انا، اقول لك يلا لا ننتظر محمد ابو فهد. يلا يلا طالع محسن، قال حق قال حق مقرن. مقرن يلا اعطونا مجال بس يا اخي تعجبنا. ايش ايش ايه ايه بسم الله سمو بالله. اعطني منها صناعات تنومه. طيب بس بفكر فكوا فكوا اللي معك فكوا فكوا عشان يواضح يعني. ها طيب ممكن هدوء فقط لمدة عشر دقائق، أقل من عشر دقائق. الله أكبر الجمعة عليك أبو نهيان، لا أجي أفرك أم الشيب اللي برأسك ذا. أنا يا الله صابر عليك، قسم بالله أسوي لك خروج نهائي الحين. والله أردك الكابل يا. أنا يا الله صابر عليك، ترى 74 يوم قسم بالله بطل نفسك. افتح الكيس وعلى يلا 74 أربع يوم بعد موت. اللي جاي اعظم، اللي جاي اعظم. طيب انت بتتكلم عن هذا ولا؟ يلا يا بابا يتكلم عن سناك. بسم الله دقها بالله ابو ريح الجريش. هذا من صناعات تنومه. لا لا يا يبا الله 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 اكبر، الشغل الطيب شو التغليف الزين. طلع طلع بعض العينات على قولتها. الله راشد يلا تكلم على جاب. راشد خالد يا سلام. الله 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 خلنا نعطيهم الاعلان، والله انهم يستاهلون. صناعات تنومه تواصل معهم واتساب. ممكن دقيقه يا علمي بس للتواصل معهم واتساب. خالد شباب بالله هدوء هدوء خل الرجال يتكلم. سلطان ممكن ثلاث ثواني بس تعطوني بس؟ انا معك خل الرجال يتكلم بس. هذا من صناعات تنومه، تواصل معهم واتساب 053 897 8191 053 897 8191. واللي بيصور الشاشة على انستغرام حقهم وسناب شات. طبعا هذا معمول بعد من صنعة تنومة بعد. كيف ها؟ 053 الله 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 9 7 8 1 9 1 معمول من صنعة تنومة. الله صنعات تنومة. شيء جبار يا خال. تذوق. طيب هذا خلنا نصير على صنعات تنومة أول شيء. إيه. عطنا من خل هذا. هذا مطبخ ما بدر. صنعات تنومة هذه باقي. إيه باقي. باخذ منه. بسم الله. أوه الله الله الله. بسم الله بسم الله. أبوي أبوي. هذا المرقوق هذا. يا عال بس يعطيني واحد من صنعات تنومة ذي اللي هنا. هذه من صنعات تنومة بعد. بسم الله عطني هذا هذا المرقوق. طيب حطني هنا صنعات تنومة. لا لا هم قالوا لي ابدا من هنا. ها صنعات تنومة هذول شكلها مشروع تصميم ما شاء الله. اي والله الله يعطيهم العافيه ويوسع لهم ان شاء الله برزقها. هذا من صنعات تنومة. خل نعطيكم الرقم ثاني مره. صنعات تنومة 0538 9 7 8 1 9 1. هذا ذكرتهم عليه الانستغرام والسناب شات والرقم كامل. اعطهم الرقم بعد ثاني مره. هذا شغل صناعات تنومه. اي والله صناعات تنومه اشهد بالله انه شغل صناعات صدق. اي والله ما شاء الله تبارك الله. هذه شيء ما شاء الله تبارك الله. هذه كلها حلا اتوقع اللي عندي. ها هذا حلا هذا حلا كله اللي عندك. شيء متعوب عليه من الاخر. هذا شو اسمه شو اسمه فتوش. هذا هي السلطه الخضراء. سلطه خضراء زبده شغل. رقمهم 0538 9 7 8 1 9 1. طبعا التواصل واتساب. قرب هذه من عندي. سلطات خضار صناعات تنومة الرقم 0538 9 7 8 1 9 1. طبعا حسابهم في السناب شات او الانستغرام. دقيقة
انستغرام اس ان 3 ا تي اندرسكول تي ان او ام اتش. اكبر دليل على الشغل الطيب شوف والله شغل طيب ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله على شغله. طيب هذه خلاص تنوم وما يجي منها لكل خير. هذا بعد كوكيز ام خالد ترتيب وما ادري ما اعرف شلون ما ادري شلون اوصف لكن اكاد انه شغل حلو. انا بذوق الحين لكن انا ابي الرقم رقمها. هذا كوكيز ام خالد ما شاء الله تبارك الله. خلنا نفتح نشوف. هذا كوكيز ام خالد بس يا ليت الكنترول يعني يعطونا رقمهم ولا شيء لان ما في رقم هنا ما في شيء. يمكن في كرت في شيء. ها في كرت لهم؟ لا هذا غير هذا غير هذا لا نفسه الظاهر صح؟ هذا لا يكون من والله ما ادري هو نفسه ولا لا. خندوق هذا كوكيز وين؟ هذا بالله خذ الغطاء. شغل ام عبد الله. حنا على الكوكيز الحين اصبر. خلصنا الكوكيز ولا لا؟ باقي كوكيز ام خالد لكن الرقم كذا وينه؟ الرقم ما ادري وينه. عيال دقيقه بس تكفون بس خلينا نشوف الرقم. رقم ام خالد بس رجع هذا غير هذا رجع يا حرامي الكراتين هذا رجع يا الحرامي جابر كلم شوف يطلعون رقم ان شاء الله يطلعون الكنترول رقم خالد. الله يعطيها العافيه. هذا الكوكيز كوكيز ام خالد مو موجود مو موجود مو موجود دوروا الكوكيز حق ام خالد. لا 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 هذا كوكيز ام خالد المحشي بالنوتيلا. اي قول 050 58 27 26 0 050 58 ابشر هذه نبيها 27 26 0 هذا الكوكيز. والله والله عيال دقيقه غازي تنازل. ايوه تكفى بربيع جيب لي ما شاء الله جيب لي شغل جبار متعب عليه. خلاص الله يعطيهم الف عافيه. خلاص وش هو هذا سوال سوال كلام عنه هذا هو محتاج عنه الرقم هذا تحت على الشاشه. اقرا اللي عليه عيال بس داخل الاصوات تكفون يا عيال. عيال بس هدوء شوي في هنا مكتوب حاجه. لحظه بالله واصبحت بربيع اعطني الاخير قبل لا يحط لا تحط فيه خالد دقيقه خالد ترى ديك ديك عطني الجريش وعطني الاخير بس. مدري ايش هوايتنا جزء من حياتنا ليس لنعجز ليس لعجز ونقص بل لنصنع احترافا فيما احببنا. كوكيز ام خالد من محافظه شروق. دقيقه خالد دقيقه المحشي بالنوتيلا. طبعا الكوكيز هذا محشي بالنوتيلا وهذا ابو 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 ايه خلاص ايه بس ال الرقم 0505827260 هذا الواتساب 0505827260 هذا والله كوكوز ام خالد المحشي بالنوتيلا 0505827260 سال الله يعطيهم العافيه. نروح يا ام عبد الله اطبخ ام عبد الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله على الشغل الطيب. عطني الغطا بالله ابو حصل عليه ما احنا نعطيك اياه وطال عمرك بس انت تمسك هذا وانا اسلم. هذا مطبخ ام عبد الله رقمهم للتواصل 0537205061 نعيد 0537205061 يا سلام مطبخ ام عبد الله شو الشغل الطيب ام عبد الله باقي باقي بعد الظاهر من الريحة لين ما الحين ترى ما كنا بس الظاهر عطني ال باقي هذا باقي هذا باقي عطني هذا الاخير باقي واحد عندي يا الله هذا هذا اسمه الدمار الشامل هذا الثريد اظن اذا ما خاب ظني هذا اسمه الدمار الشامل لا بنسميه الدمار الشامل اليوم هذا الدمار الشامل اي هذا اللي دوخك مره واحده اي والله بس شو اللي تحت شو اللي تحت ذا وهات هناك عطني ام فهد. طيب خلص من مطعم ام خالد. اي والله ام خالد ونروح للكوكيز الثاني. الله يعطيهم العافيه. دقيقه هذا الكوكيز الثاني
ما شاء الله الله يرزقهم يرزقهم ان شاء الله من واسع فضله. هذا بيروح لدرجي ولدرجك طبعا ما يحتاج، هذه شيء بيني وبينه هذا انا مغيبه، هذا يحتاج الصبر، هذا طال عمرك بالدولاب إيه ونبي كوكيز ام خالد بالدولاب بعد. انا ودي احطها الحافظات هذه بالدولاب لكن اكتنوم خلاص شو نخاف ان الجريش هذا والجريش خرب بالك هو يبرد تبي انت والله ما تودي شيء الا تعلمنا. هذا ام خالد ام عبد الله. عبد الله 053 انكب انكب الجريش 720 5061 حلو. سويت فينا ام عبد الله اليوم الظاهر ما حد مسوي ريالتي والله سويت فينا خير. نبي ندعي لك حتى بالساطح فوق الشيء نبي نقيل المغرب. هذه مفهد ولحظه خلينا نعلن على الكوكيز. هذا الكوكيز الثاني كوكيز. امسك هذا بس دقيقه له اسم صح وش هذه الحين يجيك خذها وين خذ الجريش اين اين والله ما ادري. الكوكيز هذا الكوكيز رقم التواصل 055 واتساب طبعا اي طبعا واتساب اي خلاص 055 8411 835 055 8411 835 خلاص من حلف سنين كوكيز إيه. الله إيه يعطيهم الف الف عافيه. باقي الحين هذه باقي ام فهد سويت ابن ام فهد تواصل معهم 053 86 83404 ام فهد 053 ثمانية ستة أمسك خلنا نجيب ثمانية ثلاثة أربعة صفر أربعة الثاني. إيه هذا اللي عندك بعد ما شاء الله يا الشغل هذا مثل شغل بيتنا يا الله يعطيهم العافية ما شاء الله 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 الله, الله, الله أنا أشوفه كم الجمعة الفاتة وأنا عند أهلي يقول يو حظهم بالسر منتجي ما شاء الله وين تحن أي خلاص هذا هذا شغل مفهد 053 ثمانية ستة ثمانية ثلاثة أربعة صفر أربعة أنتوا اطلبوا بس يجيكم التوصيل لحدكم. سلام يا مفهد تستاهل مفهد ويستاهلون الاسر منتج الثاني والله اليوم ما قصروا كلهم لا مفهد لا ام عبد الله لا تنومه الكوكيز الكوكيز شيء بس لا يسمعونك يا ابغى يبغى درجي لا مو بدرجك على كيفك انت لا درجينا عندي انا ولا انت تهبل درجك مفتوح انت كوكيز كوكيز اللي تقول لنا انا عندي في شماغ ما حد يدري عنه صح يعني والله في الشن صح يعني صح يعني شوف عندنا ثلاث انواع يا اخي ثلاث انواع كوكيز شوف انا مليان جيبي انا مليان جيبي ها جيب الرز يلا دايب يلا صنعت تنومه خلص الكوكيز حقهم والله ما طيب اي نسيت انك مكسور راح زبات انا اسمع حطه حطه ماني بماكل انا هات هات ابغى اشيل هذا كوكيز كوكيز مخالد وخر شوف يذوق هذا محشي بالنتيجه حبيبي نبي شوي من الثاني ونبي كوكيز سلعة تنومة سلعة تنومة خلص ام خلاص والله خلص لا يرحم ها لا والله قلت قلت لي ماخذ حط ورث المعمول 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 هات وراك كذاك هاي سهرة عليها الليل شله شله من عند عبد العلي شله عند علي يا ولد هذا دمار كوكيز هذا حطه بالبطانية وبسرعة يا ورد الرجيم ما عندك ها ورد الرجيم ها صح انت ورد الرجيم ما عندك حط يطلع والله ما يطلع والله ما يطلع ترى هذه اللي ورا التلفزيون يقولون بيردونها لا لا احد ياخذ منها شيء موزي جريش اي خلاص لا الجريش بهذا هذا طيب هذه هذه انا عندي واحده اوه هذا اسمها انت بلا يطيح انت بلا يطيح يا سلام يا سلام بس ولا احد يدري ها هذا بيخرب علينا على طول عليكم خير على الدار يا رجال اي شيء يجي اي شيء يحطوه شنو شنو هذا ما هذا هذا ما هم لاهين ياكلون هم ايش هاي بعد الدار يا يخرب الله اصبر اصبر حطوه وراك حطوه يا ولد حطوه هنا لا يقع قزاز هذا قزاز كل واحد له انت لا طلعوا طلعوا بسرعه بسرعه خلاص خلها يجي تعشوا بالعافيه الربع تعشوا بالعافيه 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 يعني عافيه تقدم باقي هذا وشو باقي هذه اسمها شو اسمه واحده اسمها المدى المدى او متجر المدى وش الشغل الطيب طبعا في دقيقه في مقوله بقولها مسكنت هذه بس لو هي الظاهر نرجع شوي الظاهر والله اعلم انها عليكم السلام الظاهر والله اعلم ونتمنى ما بساعد هم حقين حقين شغل زي اللهب يعني شوف هذا جاكيته جاكيت ورسمين عليه رسمه بنت يا سلام امسك زين يلا والظاهر عندهم ماركه اسمها المدى او مدى الحربي الحرابي او مدى اصفر
مدى الحرابي يعني. تقريبا شوف قاعده ترسم على الجاكيتات ما شاء الله. شوف الكاتبه ايش حظي مثل راعي الخضار بالافلام يصدمونه وهم له دخل. والله انه صعب. افلام مصريه واجد. طيب هذا 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 وشو هذا؟ مدى الحرابي الواتساب 056 57 82 675. هذه بطانية هذه وش تكتب شخبار البرد؟ لا وشخفنا البرد. سناب شات ام دي شخفنا البرد. او او هذه البطانية لي تو يلا راح. 8 ما حد يجي ولا حد ياخذه. تسمعون الواتساب 056 والله نحط لهم بالمرة. صوروا الشاشة والله بيض الله وجهها شغلها طيب شغل الفناجيل ما بينته انت. ايه ترسم والله هذا شغل فناجيل. شغل فناجيل شغل جاكيت الفناجيل هذه ترسم الله 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 وترسم جد رصيد لازم لي انا كجيك جاكيت بعد جاكيت نسائي الظاهر شلع يا حريم شباب جد رصيدك بالله وطلّه ان هذا افضل رز ذقته بحياتي من يوم دخلت السعوديه. اقربه وحطه على الشاشه حق من؟ شغل من؟ والله العظيم شغل من هذا؟ عالمي شغل ام عبد الله. شغل ام من؟ ام عبد الله هذا معي فيصل. انا اشهد شهاده حق من دخلت السعوديه افضل عيش كليته هذا. نعم اقسم بالله كليت ليش؟ يمين ودين يمين ودين انها هيك نفرح. والله انا لا ام عبد الله لا تقعد تحوس انت معكم خلاص خلاص يا حبيبي والله انه فنان والله انه فنان والله انه فنان الفناجيل ام عبد الله صدق راسك بيض الله وجهك على الطبخه الله يرجع الاسم على الفناجيل يلا هذا بيض الله وجه المدى شوف حتى الجيكيتات خامتها حلوه نعم شوف والله شيء طيب والله شيء ايه ممتاز والله شيء ممتاز الله يعطيهم العافيه الله يعطيهم العافيه. طيب شو مكتوب هنا جيب. يقول حظي مثل راعي الخضار بالافلام يصدمون عجاجه والحبايب قراطيس حظي عجاجه والحبايب قراطيس 05 37 20 50 61 مع عبد الله بيض الله يا عبد الله حظي عجاجه والحبايب قراطيس من يوم سك القرطاس وانت العجاجه يا امسك القرطاس وانت العجاجه عاشوا 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 انشرحت عن الفناجيل وال اي المدى خلاص الف عافيه الله يعطيهم العافيه. وين الكبسه اللي حاضنها ذا المهبول جيبها قاعد ياكلها يلا يا الربع ترى والله وزع كل شيء يا شوف جكيتك كل شيء وزع يا الحبيب ايش وضعك انت؟ ضد العيال هذه تعودنا الشيطان هذه الماركه اللي تقول وش وبفهم انا وشنو؟ اي ماركه هذا ايه كوكيز انت ما لعب بالكوكيز الا انت والله ورنا يا ولد درجه كله كوكيز ماركه المدى في ظل وجهي يا رياض كوكيز حلو والله العظيم المدى كل الكوكيزات حلو الله يعطيهم العافيه بسم الله تحسب اني رحت يا شباب هذا كوكيز من؟ ام من المسامح هذه؟ كوكيز ام خالد كوكيز ام خالد والله انه كوكيز طيب اعطني واحده بالله جاب لا والله والله ما اعطيك والله تكفى يا جاب والله تكفى اخوي مشكلتي حلفت ابشر تبغى واحده؟ اي والله تكفى تفضل مهرب في مخباي مهرب كل مكان ايش تبغي؟ ما بشيء لا تقول ابغى كوكيز بسم الله مشان مشان القهوه 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 انا ابي اعطيني ملعقه الرز اللي تمدحون حل محمد على الملعقه عندك حاجه محصله انا اجيكم كله حاجه يلا 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 اوه يا ابو بالله عليك لا لا ما كليت منه بسم الله ما شاء الله لا 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 اي والله بسم الله كليت من الرز سميت الربع يلا يلا يا شباب القهوة اللي خلص عندهم ما يشبه هاي شو الهواء هذا وش فيه يا ولد هذا كله يا ولد خذوه هذا ايه تعال 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 والله ابس التمرين شوف 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 اللي ورا التلفزيون شله لا والله ابس التمرين كرتون يا اخوي خلينا الناس ابو سعد تعال هذا والله حلو ذا ترى من جميع يا والله حلو هين هين حلو بس هين يا ابو منيره هين هذا على قهوه سمي ابو سعد ما ابي انا والله الربع انا بروح اضبط لك القعده هناك جابر جابر شطاط الكوكيز مركز تخيل لا تبون مركز تخيل اي هذا عادي يا طيب ولا تبون جلستي هناك بل انتبه بروح اخذ الحلا هذا كله ارتبه لكم واخذ اثنين قهوه وقهويك وطال عمرك ما احلى قهوه بس انا غسل ايدي واجيكم
انت يا خالد 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 ها ها كيف الحال؟ الحمد لله كويس. خالد لا يبونه يبونه نار. سلطان يا رجال خلوا رجال داس النفس انت اخذت يا خالد. عبى جيوبه كلها يا خالد ثلاث حبات يا مسلم ستة رجال حاط النفس ترى ما عليه ما عليه انا ومحمد شيء واحد فهمت انا معي ناس هوامير بياكلون ما عليك في اثنين معي طواحين يلا بغسل وجيكم سلطان السالي الدرجي راح فيها معه يلعب على السير ذي مجاك ترى نفس نظام العيد يا الربع يعني كل شوي على صح اشوفني في الشاشه وشو اشوف نفسي في الشاشه وين هذه راحت يا النكبه انت والله انك وجه النكبه اطلع لك كوكيز تكفى تكفى والله في كل مكان وخبي كوكيز تكفى تخمه والله بنسوي ها بنسوي قهوه تكفى زين لكن لا تمسوا هذه اه خلاص هذه بنت قهوه خلاص خلاص هذه ما حد يمسها لا بكيف والله المره الماضيه لا بس تعال 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 انت وين رايح؟ تبغى كوكيز؟ لا ما في كوكيز في واحد بعد في مخباي شوف مخبي في مخباي شي هناك في بيت الحكم بعد مخبي ثلاث كراتين مخبي ها؟ حلو هذه؟ شو الحين ما اجيب للاكل؟ لا ما هو بلك معك اللي للاكل هذا غير هذا كوكيز روح من هناك واجد روح خذ من هناك زين شوف بس اشوف مطعم مطعم شوف شوف خليك تطعم طيب دقيقه خليني ازينه والله يوه انظر لا يقاوم والله لا يقاوم صدق والله احنا لا يقاوم الله يعين بس باقي لنا اسبوعين ابو العيون السود وعلي ماخذ كرتون معلمكم تحطه داخل ورا التلفزيون مجرم هذا هو مجرم ثلاثة انتم حقين الخطط والزرف ها والله الزرف جابر من الاسابيع اللي راحت يا ربع ايش بالك من زين الدجاج برا انت سالفه وش يا جماعه الخير هذا حق مين هذا من وين محمد هذا من وين جاي من الرياض محمد تنومه صناعه تنومه صناعه تنومه وشو هذا قسم بالله شيء ما يوصف خرافي ايس كريم خلونا واحد من القهوه يا اخوي خذ اغراض تروح هناك هذا شوف هذا مليان خطوط موجوده اظن ما يصلح في الدفه اخذ دلتين قهوه ولا اكثر صح؟ شوف شوف موجود اكل 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 خلاص ثلاثه قهوه اثنين شاي جيب ورا هذا شو اسمه زي اقول لك شيء بس ما يوصف وبس هذا شنو؟ عيال ولد ولد مليتني يا ولد ولد عطنا ملعقه طيب ماي ماي حجي وين ماي سبع قلبي عطني واحد تنفس يا حبيبي هاي مع نفسه سلطان وين وين الاغراض الباقي ملعقه سلطان مع ملعقه هذا ولا هذه شلون اشيلها عاد كيف اجيبها قلبي اجيبك تعطيني اياها اوف اوف هذه فيلسوني اول واحد يعاوني عليها اكياس اللي عندك حمل عبد الله ما يجوز انك تضربني وانا قاعد اكل اياك اضرب اخوك كل مسلم ها ما يجوز تبي سلطه لا 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 تبي ولا تبي هذا مرقوق خرجتني رقبه رقبه هذا قرص مو مرقوق محمد كل شيء للخنق الله يرحم والديه اجيك خنقك انت بعد لا لا ها عيال لا تغديت خلاص تعالوا بنت قهوه تعال 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 ها خل 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 خذ الكرتون محمد خذ الكرتون شنو نظامك؟ شنو معمول؟ شنو معمول؟ نزل معمول يا حبيبي شنو معمول؟ معمول معمول عند جلستك اجلس بالحالك وسوي حالك شيله خلوه ياخذها اقول بس خلوه ياخذها خذ 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 المعمول خذ فك فك خذ المعمول خذ المعمول خذ يا ابو نيام انا باخذ فك والله تعال اسمعك سلطان انا رايح هوشي انت واضح من امس كل واحد ما تسلك غسلت انت غسلت قبل شوي والله مغسل طيب نزل 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 المعمول اعطه حجي غازي غازي تعال من يا اخر انا جايبين لكم عنطيت راح تحطه بدرجك او ماي جاد لا بس بالجلسه عبد الله فيصل شرها خذها بس ما لك والله شرها ما عليكم علي بيضبط لكم جلسه ورا انا ما لكن الحين زبط الجلسه نجيب لك ضبط جلسه والله ما حودي شرها ما عليك عباكم عباكم ببوقه صح والله عباكم مني ببوقه صح ببوقه ببوقه خليني ببوقه البواق يا طاحونه انت وين ذا وين راح والله اني ما اكل حلواني يا بواق نادي البخر عشان يجي ياكل واحده من بواق صنعه التنومه وشو صنعه التنومه بس تلحس انت تلف وتقول صنعه التنومه صحاني راح شوف ثلاثه قهوه كغازي والله واجد خذاه قواص ما بي ما بي خذ محمد هذا اللي ما بجرى موجود موجود حقك حقك خذ يا ولد يا ولد ولد ما خذ حقك وجه الفراج هذا وين وين اللي هنا خذ خذ بقول والله بوريك 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 الحين بجرب ذا طيب خذ طيب نصيح وش اللي هنا يعني نتمه وين اللي هنا هذا من حقه الله هذا من حق هذا حق مين هو
ما ادري هذا حق احمد صح؟ وين حق يلا هذا باقي واحد كله وين اللي ما ادري والله انت متاكد من الاجابه هذه؟ اذا انت طيب انت متاكد من الاجابه هذه؟ لا متاكد؟ لا ايش هو؟ اي واحد عندنا اليوم ما عليك تروح له شو يقول؟ قولك شوف قسما بالله يا فيصل انا اعطيك فرصه لمده نص ساعه اما تعتذر اللي سويت عن شنو؟ اباك لا اباك له يا حيوان انا باك له وبطق من هناك يضحك علينا لا والله باك رضي لك انا الى متى نعطيك وتاكل؟ قول له قول له الا الا ايش حالاته؟ يا 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 محرومين والله العظيم يا ولي ولا تبدا تبدا لا اله الا الله اكلتي المفضله يا رجال شوف بقول لك حاجه حمد شفت سنعات تنوم هذولي قسم بالله مشروع تسمين لا يا حلال هذا معه فيجتبل لكن هو مشروع تسمين وبس انت خذيت من ذا ابو حصه ابو حصه اعطني كلينكس ابو حصه دمرني بس خذيت من ذا لا تبكي بالله عليك حسن عطا شو لو ابتي هو معك خذ خذ والله الله يسامحني الله يسامحني لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد بالله شغل صلى الله وسلم الله يعزك انت بذوقك يعزل باذن الله اقسم بالله انه شيء والله يا الحريم عندهم لعب الحلقة. اقول والله اقول عندهم شغل لعبه هسه انا بيدخل بالصيف بيدخل بالسيطره علي اقول والله عندهم ابداع طبعا بس اذاك سامر اطلع فوقي انت تحداك انت هذه خير هقدح كم تعطيني اذا طلعت فوق هاي مقرن كم تعطيني واطلع فوق ولا يجيها فوق ذي ولا يجيها شيء عين خير عين خير بس ولا يجيها شيء اطلع فوق ذيك ما نعطيك شيء روح فوق ذيك لا خلاص هذه قديمة يا اخي نبغى شيء جديد يا ابر اقدح اقدح تعال كتوم وينه والله كتوم طفشه يا اخي والله تبي الصدق خلاص ختمنا اللوكيشنات يا اخي ايش باقي والله ختمنا احنا نبغاهم تدري ايش باقي نبغاهم يشبكون ذا الجبل يحطون عليه كاميرات بنمثق فيه والله ما عندنا هو هاي تلاقينا هاجين بالجبل بيعينون بحور هناك راس الجبل فوق ايه ياخذ العلم بيعلقه هناك فوق وين وين بتكون لما قلت توقف تطلع على فوق انا لا والله بتعيني برا على طول قاعد هنا هنا يا بر انا تدري وين اسمع في تحدي قوي جدا حقي. واخترناك لانك اقوى واحد اللي هو اللي يطلع فوق الخيمه حق بنت خير بس بس لا لا بتطيح من غير ما من غير ما من غير ما تطيح تعال تعال يا يعني تعال يا تعال يا الحرامي يلا اقدح ما تقدر تطلع محمل كوكيز انت هذا يقول هذا السراق هذا حرامي كيوت يسرق كوكيز شوف اذا طاحت شوف اقول لك ما احد بيساعدك يلا شوف لو طاحت انت اللي بتسويها كلها اوكي هنا وصل اباك تطلع عليه فوق في النص واذا وصلت هناك ايش احصل؟ تحصل في فراش هناك ونزله وارجع علينا حصله؟ ها لا تخرب الخيمة تسوي تبغى تسوي لك مقطع وتخرب على اخوياك. هاي تحدي قل المقاطع هي اللي تجيني يا حبيبي قلها ايش قال ايش قال؟ يقول تبي تدور لك مقطع جابر ادور لك مقطع قل المقاطع هي اللي تجيني طارق اصبر 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 جابر ادور مقطع ها؟ جابر ها لا تسوي شو طبعا الاخ جابر راح وجاب وفشخ المحل شوف بعطيك بعطيك مقطع احنا مشينا لك الكوكيز يا قرة القلب ما ادري قرة الامنيات الله يا ذكريات عيد الفطر والله ما ادري والله ما نعلم ولكن ان شاء الله تكون وصلت مليون قصتك الكيكه اللي مكتوب فيها مليون والله الله كريم ان شاء الله كم اخر مره كم كانت؟ 960 او 950 اكيد وصلت مليون لا 940 قبل كم؟ والله ما قبل اربع ايام هذا الكرسي توقع مليون خلاص جالس فوق راسي لانك اخذت الكرسي حقي يا حبيبي على انا ما اخذ الموقع الاستراتيجي هذا عشان انا ما احب الملك جلس جنبي تعال شباب ايش رايكم نطلب من الكنترول اقرب اقرب جلستنا الضايقه هذه ضايقين والله اسمع اسمع يا اخي نبغى نغير اللوكيشنات ايش تبغى؟ والله العظيم والله ما عاد الاش جاب يا خلنا نغير اللوكيشنات اقسم بالله طفشت من المكان طيب النبي فين تروح؟ خلاص ابى اسوي تشكيله جديده ابى اطلع الاثاث اللي جوا نحطه هنا يلا طب منو؟ لا ما فينا للتعب يا اخي انت شو كتبت؟ يا اخي والله نتكلم جد خلاص بالله ما طفشت وطلع الاثاث نبغى نضرب يا خلنا نغير الاماكن يا اخي طلع الكاميرا روحوا روحوا نجيبها احتزم تعال تعال ابى اسوي لي جلسه خاصه لي انا وجابر
تعال جاء لا ما سمع جلسة ابو ذي قدح خلاص بعدين جلسة رايقة ما فيها لا زين خلينا نجيب الاثاث بس وين المكان انا انك ناويني ولا خلني اضحك عليه فيصل قبل شوي ضحك ضربته يا مهبول راح القرقاع يقول راكب اللي لا نهى فيض الله وجهك والله العظيم انك كفو يا ابو عبد الله والله العظيم انك اثلجت صدري في هذا المكان البارد شوف عبد الله مره انا طلال فيصل هناك جالس العذب طلال وينه؟ راقد ظني تذكر فيصل؟ ايه طلعت هناك وصف فيصل جنبي هو طلال هنا ويقول ما ادري طلال كذا ووصفه قد يمسك كذا ويصيح والله هنا ما له دخل الموضوع لا عاد المشكله يوم انا عاد انا صحت يضربني طلال في راسي انا ايش دخلني منك الله يلعن ابليسك يلا تعال ضبط الجلسه كنت صاير شيء وعادي عادي جابر بالله فك كلبل فك كلبل فكها يا اخو خلاها تمشي شوي اوه انا بروح هذه المفروض اللي يغير لوكاشنها البل ذي قال ايش قال جلسات يلا 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 فسحة فسحة بالله يا مزين الكيف لا تحرق الدلة مزين الكيف لا تحرق الدلة ها يلا يلا فسحة جو يلا يا أم كتوم يلا ها هي تفهم يلا من هنا يلا كتوم يلا خل خش ابو روح طلع افا يا ابن يا المحزم اوجهو يا محزم راح والله تروح يا المحزم اني حلفت تروح خلاص طلع اتوقعتك تخرجها كذا ها اخاف من الرجل تضربني على بطني تمزع بطني عرفت هذاك ايه قادر عرفت هذاك راي مقطع شو بوم قال ماني احب قادر ها قال ماني احب لحم الباقه يبغى يقول الناقه قال له ليه؟ قال اخاف لا تحن في بطني وتخبط في بطني وتمزع بطني ها يا جابر يا اخي الحب والله فيكم فشخ وين راح؟ خله خصم 300 راحت كنترول انت منها ماخذ حق لا لا شكله نايم البنت طلقها وهو ما خطأ
انت ايش شاطعك انت؟ والله يا اخوك اني ما ادري حسيتني ماني مضبوط. يا ولد فصل في الليل ما شفته. فصل فصله. انا سعودي ومن قدي. وانا ايش؟ ورثت من الوفا حدي. ما قادر حسب يفتح ملاهي بعد ما يطلع. يا يابن تصدق ان الفكره عنده؟ والله اي والله. احنا في حديقه شبرون ذولا والله زين. ما يحذف علي موز ولا يحذف علي. يلعبون قلطة في العصر. ختموا على جميع الاوقات. سووا محاورة امس ما ادري ايش صار عليهم. ختموا على جميع الاوقات. لعبوا في الصباح، لعبوا في العصر، لعبوا في الليل. احس انهم بيلعبون في الثلث الاخير. صح لا يلعبوا مع شيبان. اي باقي الثلث الاخير. يلعبون في الثلث الاخير. لا اله الا الله. ايه قادر. احس كتوم يشبك يا اخي يحب اللعب. شوف قادر شوف قادر شوف قادر شوف قادر شفته؟ يا لا 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 لا. أمس قال لي عطني مجس، أعطيته موال ما له علاقة بالمجس. أنت غنيت موال صح أمس؟ إيه. ولا قر شوف الحجاز هنا وأنا ها. أبغى شابي شابي غنيت. انا ما ادري ايش اللي طلع معي. هذا وش يبي ذا؟ وقال النايم باين عليك؟ لا ورا الخيمة صح؟ تبي ترقد تعال هنا دفع. فعاليات عند ابن القادر. لا فعاليات عند ابن عمره تلعبون قلطة. الله يعين على هذا الدنيا. اي والله. زي الله الاسبوع الجاي بعد بكره يبدون ينكبون علينا اخويانا كلهم. اللي بيطلع بكره بيرجع بعد بكره تصدقون؟ تصدقون يا رجال اللي بيطلع بكره بيرجع بعد بكره. قبوح حقه شوف خصم زي اللهب خصم. ايش تقول؟ اللي بيطلع بكره بيرجع بعد بكره. ما لها داعي والله. لا لا ما بيرجعوا على طول. والله يرجع على طول. اللي بيطلع على طول والله انه على طول. اقول لك كيف الخطه. الخطه شوف ما حد بيسلم على اللي بيطلع. يوم الاحد بيرجع اول اثنين طلعوا فواز وغازي. لا مو بصحيح مو بصحيح الا والله مو بصحيح. اذكرك انا اللي اتحداك. يقدرون يرجعون كلهم بس يقدرون يرجعون كلهم بس كل يوم وكل واحد بيختار له يوم وبيجي يسوي دخوليه وصار بس. الاداره مستعد تدخلهم كلهم سوا. والله يدخلون كلهم بس خطا لهم. ما يدخلون يا قلبي ما يصلح مسموح لهم يوم الاحد. ما يجيبوه كلهم سوا. اقول لك يعني كل يوم يجي واحد. هم جايين لازم كل واحد يسوي له دخوليه. سوي له. انا رجعت يعني. لا 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 ولدهم صاحي ولا بعيدهم صاحي ولا. هذا بيسوي مقلب في واحد في مدينة. صاحي تقول الله وش خبر؟ قول براشد 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 انا في وجهك منهم.
هذا طال عمرك من ام محمد الله يجزاه خير تقول المسجد لازم يطيبون المسجد الله يجزاه خير والله طال عمرك القهوة مهذاه لام محمد بعد نبغى نجرب الله يخليها له لازم تسوي لنا مهيله يا ابو الحين الحين شوف 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 حط ايدك لا لا بس لا لا والله والله عندي حساسيه لا والله والله عندي حساسيه والله عندي حساسيه والله لازم تصير بك حساسيه والله عندي حساسيه اذا ما صار لك حساسيه والله ما ودي والله ما ودي ارشف فيك والله ما ودي ارشف فيك طيب طيب شويت ايوه دم جات على راسك شويت فيك نسيت انت انت بلا انكسر يا غازي على راسك الحين وانكسر انكسرت ايش انت نسيت ما في عيال بتنكب لا ترش لا ما يراشك بس حتى عليك نسيت والله والله نسيت والله نسيت يلا انا وجهك نفرش بلا انا اقول لك ابعدني حسيه اوف 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 يوك يوك حاجه الان بتمتع نفسك يلا يا مك يا مقري داري وش نسوي هدوء كذا ما ينفع اي والله اذا ما نطيحهم على راسهم كلهم كيف ما ادري ابينا خزران مش عشان نجلدهم طب انا نضحي بهذا الضعيف اي والله دغ دغ اي والله كيف قادر اطلع جابر اركب يا رجال ما بيجي شيء يا اخوي شكم خايفين يا اخي هذه لعبه لعبه خلاص روح وهو وابوه يا اخي ما بيجي شيء حسيت انه كذا مالت علي والله انكم نفسيات والله ادعس انا نفسيات نفسيات اقدح اقدح دوف يا الذيب انا ما اخاف من اي شيء ترى انا ادعس اباك طيرها تطير فوق ابطير فوق في السماء انا بروح السماء فوق ادعس والله خفيفه ذي خفيفه ادعس اقدع يا الربع يا الربع اذكر والله يا مسلمين ابو راشد مني مضايق يا اخوي هنا انا عرب تلعب وانا عرب تلعب بس لعنه انتم يا اخوي يا ابو راشد يا مسلمين يا مسلمين يا اخوان يا اخوان يا اخوان يا غازي هنا يقول هنا يقول هنا دافع البلد يا ولد يا غازي يا رجل سجيتونا والله العظيم انكم سجيتونا يا قادر قادر حلا سرعه تنوم هنا والله ما تشوفون وجهي لين والله لا 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 والله العظيم لا والله ما يا اخوي هذا الواحد هنا هنا والثاني هنا ايش عليك نبغى نجلس يا اخوي نبغى نتقهوى اجلس يا اخي وين نجلس وين جاج ها شوف اسمع اسمع ما عليك منها حطينا الحلا هنا حطينا الحلا شوف الحلا وهذه فيها الحلا عندهم الحلا طال عمرك وعندهم المعمول الزين وعندهم اقول شيء جايبين الحطب هذا انا بفيدك بحاجه الحين وانا بفيدك الحين وانا ما حسيت عندك وقفت عندك الا اني بفيدك انا فايدتي احسن من فايدتك اعلمك وش يلا انا بديت اتعزم نفسيا ومعنويا اوف وماديا لا 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 لا, لا اقول لا. لك ثلاث 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 ما ضاعت ربي يحفظك ماديا ونفسيا ومعنويا معنويا ثلاث حبها الله واجتمعت ما هي الاسباب ما هي الاسباب الاتيه الاسباب فصلت الشباب عن البارح اها والشيء الثاني طال عمرك الصياح ذا البزران اها معلومك والشيء الثالث طال عمرك شوف جا جا ها شوف شوف ابشر ابشر بالخير ابشر بالخير دور نشر ابشر شفت 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 الرجال الرجال تعبان يا رجال انا تعبان 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 مستشفى تعبان نفسيا نفسيا ما نفسك نفسيا نفسيا انا في وجهك ها ليش دخل لا 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 اقدع 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 العب مثل بلادي العب امسك حميد 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 يلا شباب 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 دقيقه شوف شوف اللعبه شوف العملات العب مع بلادي عيون بصعيون بقري يلا بقري صوت
بصير بصير يا ولد علي مقرن 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 مسكري هلا بوجهك ابو سعد اي ابشر ابشر يا خاين ابو سعد انا بوجهك ابو سعد بوجهك بوجهي خنوره 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 بوجهك خنوره اه ضوعي عادك جالس عادك جالس اي والله عادك جالس عادك جالس عيل خير حاط لك دله يا كم سلال جدي وخر انت وياه مقرن اي يا خلق البيره اصبر 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 تونا المخزن قدامي استغفر الله اصبر والعالم ابو العمر انت تدق داخل انبدا صح والله تعال يا شباب شباب بعنصه تعال زين الله يلا لا خلاص تعال 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 قادر 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 بحور عيونك عارف الشرار ولا النار ولا كيف الحلف تنقز عليه انا قصت عليه بحصه بالله اي والله بالله انا قصت عليه اي دغدغ عادي انتبه انا اضحك اخوياي غزل انا اضحك اخوياي انتبه شوف شو اللي انتبه خويك انا هنا خويك تبي تضحك؟ لا والله ضحكك لا والله فكني منها والله يضحك عندك يبي يضحك والله يبي يضحك تكفى فكني منها هلا بحور هلا هلا بالقمندي شلونك طيب؟ انا خابرك ذبحك النوم هذا قلبك بحور شو هذا؟ بحور بس تقدح ابشر بس اقدح اقدح ايوه 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 ايش هو ذا يا ولد؟ القهوه؟ هلا 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 وينك مختفي من اليوم؟ لا هذا نايم 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 الله يوفقك ما عندنا كاش والله من يوم مشيت مع علي ما عند خير الله يسر امرك كاش كذا بس بس يا ولد اجلس اقول يلا ان الله يوفقك حتى التصريف ما تعرف له ايه فجر ايه ترى بيبي انا والله وجهك كيف دراسه ايش صار عليك لك علبه عندي يا انت وين الرابع؟ سام سام حالكم وين الرابع؟ الله حيه طيبين حالك عبد الله شاك طيب حنوم يا طيب الله ايامك شلونك خلني اروح اجيب الرجال اعطانا طيب انكفو كيف الحال وقف خبر كيف الحال ابو حور ابو يفر بيفر عليه ما تضحك احد واقف العين في القز في في غرا يا عمري يا طلع اجدع والله الذي لا اله الا هو تقول بنزين يعني اني ما زالك شيء يعني انت ايش تبغى خلاص وش حالك ايش هو ذا يا ولد ابو حور اوه طحيني يوه قول يلا قول يلا هذه الطحينيه توكيز ما في طحينيه الله يقطعها من السوق ويقطع من يزرعها هي زراعه هو ولا هي شيء هي يزرعون طحينيه فهمت شجره في طحينيه مغري يعصرها يعصرها حلواني والله ما حد كلمني يا ها كنت اغزر منتج ما عاد فيه ما عاد فيه ابد الله تعال تعال خذ من معموله تنومه لا اكل ولد تنكسر تنكسر ولد طلال يا قادر رديت والله لو كسرت على ظهرك وينك طيب طوالي دايركت عنايه مركز الله مستعان والله اني ابدنك شيء انا علمته قلت يا خطيره 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 يا قادر يلا والله لو تطيح نطيح على وجهه والله تذبحه والله انت تذبحه على وجهه على ظهرها الكارثه قادر قادر بالله ابو سعد يا الربع يا عبد القادر عبد القادر والله لو تطيح انت تذبحه ابو سعد ثقيل ابو سعد ثقيل انت راكب تكسرها والبرايم بكره لا احضر البرايم وانت سليم والله اظن اني برايم بكره ليه؟ ما ادري عندك خبر وش حالكم الله يعافيك بشكر منكم شرف هذا الشوفات والله لابسين عماني كلكم عندهم الله الذي لا اله الا هو لازم تاخذ لك دروس تاخذ لك دورات في البكاء المستفعل بالله يبك ما اعرف لا لا حاول يعني يعني فرض عليك من اللي زبط لك انت هذا اللي حلل هذا الله
لاعبين فيها العيد صح؟ ابو فجر والله الجو الحين حلو حلو جدا خلها المغرب لا شوف ايش كم ايش ال انا فلوتشي نقشر جيب قهوه تعال قهوه جيب قهوه فلوتشي اكل 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 كويس كويس والله يدعي شكرا ما تعرفون والله تشبه نظر يا دماش فالعلم خفاق من فوق السواري لكم الله ان العلم انه علم مقرن ابيض الوجه هذا علم سعودي قصدي نفس العلم اللي شراه اللي كبرت الله يا قبندي قال والله حق فيلوتشي عايش الريالة صح اقدح لا تذبحون الضعيف تخيل تنكسر عليه والله يستاهل جميل النار من شبابها والخيل من ركابها اشهد انك قباب يشق عند مزبراني ونعمي يا صبي طير والله كلامه ولا ما في خوف ما في خوف ما في خوف في خوف ولا ما في خوف ما في خوف فكر انا خوف انا في خوف انا بنقلتي في خوف الحين ما في خوف في خوف فكر انا خوف في خوف الحين ما في شلال يلا الحين في خوف سوي قوي اوكي سوي قوي انت موت تروح ها الحين في خوف خلاص 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 لا بس تعال يا تعال كم 100 سوي 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 هذا عشان سوي الحين قهوة 100 سوي أغنية سوي أغنية بنجلاديش علم سوي أغنية يلا سنين أنت سوي فك في غمازات بعد عبد الله سوي ميوزك هذا سوي ميوزك أنت ميوزك جميل يلا تكرش روح بنغلا اي ميوزك ما اي شيء يلا اي شيء خلاص 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 يلا তোমাকে চাই শুধু তোমাকে চাই তুমি ছাড়া জীবনে আর কিছু নাই শু 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 তরি বাছেন তরি বাঙ্গো ওয়ালা মিয়া মিয়া اغنيه خلاص خلاص سوي سوي تشيك انت كنت كلاوي تيكي ليلي تيكي لا لا من الحين ضمان يلا اذا طاح لا تقول لنا انت امسك من هنا يلا يلا ادعس انا ما جلسه في العصر معليش ما اخي الوقت كله والوناسه العصر انا على نفسي ما بجلس اللي بيطنح انا جاهز نقدح هناك يلا دف دف لا 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 دف دف لا 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 تعال لا خش خش الله يستر الله يستر استر اسمع اقدح هناك ها بيجي جلسون يتقهون ما نبي نزعجهم خروح هناك خلاص يلا تمام يلا يا حزين يلا جو 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 تو ذا خذونا خذونا فيلوتشي لا 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 اسمع طلال تعال تعال هناك نقدح قطر مع الناس في قطر نفسك اسمع امشي يا طلال جاب الحكماني والله بدت من يسقط الرجال في السجن دايركت كذا من يلبق الغونة في حنجر الانسان حنجور حنجور ايه حلالا يا براد نشقار في المربع الله الله ارحبوا ارحبوا ارحب يا جابر جميل ارحب يلا ارحبوا تدشين وصلت وين كودي امدح 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 تدشين قهوه تدشين قهوه لا انا اقول ايش يا جابر يعني انت ما تفهم يا جابر ابغى ورثك اقدح ارحبوا هذه قهوه الواد والله خاشمه تبذير ما شاء الله خاشمه حالك قهوه ايش ام هذال ونعم والله سعد يا ابو ناصر ايش حالك يلا لا تهنوا سلم عليهم بيض الله وجهك وجهك هلا والله كيف الحال حالك مبارك شاك طيب طيب لا تقول انا جاب خليني اسلم عليك يا غالي اوه 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 بيض الله وجهكم وجهك يا ابو حازم المليانه الله يسلمك جعلني والله فداكم بيض الله وجهك اقدح وش كنا على القيه اقدح وش كنا على القيه خل اسلم على جابر كيف الحال الحمد لله عساك طيب العافيه الله يبيض وجهكم على القيه من مشوار بعيد بيض الله وجهك جاي من مشوار بعيد نحبكم نحن نحبكم الله يقلعك علي فيصل بن شافي فيصل بن شافي ارحم بيض الله وجهك محمد قاعد اشوفكم يا رجال بخير بخير
جعله والله زاد بالعافيه. الله عافيك ان شاء الله. والله ان نغليكم ونحب بعض. وبيض الله وجهك. وجهك. كل اللي في القريه يعزوكم يقولون بيض الله وجهك. وجهك. وبلغوا سلامنا لاهل عمان. مقرب. بيض الله وجهك. مقرب الشواطي. مقرب الشواطي تعال. كم قدرك منا ما سلمت عليه؟ نكبة اسمع نكبة الجمعة جابر فجر جاي من كاوت الأمة يبي يدش الشناء وانتو لعبتوا فيه لعب لا ما لعبنا فيه اقدح ابو فجر وين ابو فجر اقدحوا يا رجال بسوي الكوة اعطوا مجال يسولف ابشر اقدح اسف يا رجال صلوا على النبي صلوا يا الله يا الله ان الله يرزق كل من يدرج للرزق الحلال الله يجزاك وان الله يوفق اخونا محمد مثل ما وقفتوا معي في العسل والله العظيم اني خادمكم في اي شيء تبغونه والله ان طبعاً إن, إن, ان ما في فلس الجيب محمد ريال واحد الجيب محمد ما في انها للوالده يا الله يبارك اي والله ان شاء الله نرزق هنا نعم والله ما شاء الله الله يكثر خير مهذاب الله يجزاك خير الله يجزاك خير الله يجزاك خير مثل والدتك الله يجزاك خير وبالنسبه لنا احنا معكم قلبا وقالبا ترى ما خلت احد كل اللعبه عندي موجوده لازم تسلمون احنا طال عمرك قبل كل حاجه المشروع هذا ان شاء الله مشروع جبار ولكن احنا الحين نبغى نستفتح اول ها الدله نعم. بتزين الحين نبغى التدشين ان شاء الله بدلته من ايديك الطيبه باذن الله الواحد قهوه الوالده جعلها في الجنه انا اقول ابو فجر بيض الله وجه امك الله يجزاك وباذن الله انها تفتح لنا باب رزقها يا رب اللهم بندوك الحين ان شاء الله انها تكون باذن الله ما انا بالنسبه لي انا من الحين بالنسبه لي ان شاء الله الناس المهذاله ان شاء الله المدينه وسلم عليها باذن الله حياكم الله وجهك يا محمد والله يخلي لك والدتك وزي ما وقفنا مع بحور بنوقف مع محمد وكلنا اخوان جايين هنا ندعم اي شخص عنده مشروع واي شخص يعني ان شاء الله حتى بعد البرنامج اي شيء بالنسبه لي يحتزم ويطنع يا بعد راسي ثباتي لكم كلها اعلانات اللي تبغى والله ادري اللي عندك مخبوط والدتك يشهد الله انها دائم تحرجنا ودائما دائما تقول لي ان والدتي تدعي لكم هذا الامور فعسى الله يخليها لك والله يرزقها وسر نجاحها من هنا وسر نجاحها اعذرني انا بيخصم علي لكن احتزم والله العظيم انا ابن الخصم تك خلني تك خلني ابو فجر خلني لا والله لا لا ابو الخصم طلبتك طلبتك الله يسامحك ابو فجر الله يسامحك الله يجزاك خير والله يرزقك بره ان شاء الله وانا اضيف على القهوه العسل مو العسل شو اسمه السمن اللي جبته ذاك اليوم الله الله يسامحك ابو فجر الله يسامحك الله يوفقك يوفقك ابو سعد يوفق ذا الوجه قهوه خليت انا داخل غرفه واعطيتك معلومات عنها على طول انا كنت عند عبد الرحمن كنت عند عبد الرحمن في الباب في البوابه عرفت واني القى ذا الترتيب الكوفو والكراتين الكوفو واجي وافتحها قلت قال يا اخوي هذه ما حد يفتحها طيب جيت لو والله انها بهارات ابو حصه فاحتزم ورقص نود واللي تبيه حاضرين اي واحد من اخويانا عنده اي واحد من اخويانا عنده مشروع الواجب منا احنا ندعمه والله هذا ليس والله والله ما هو مشروع محمد ولا لي فيه فلس ان للوالده خاصه هنا الربع كله اسلم انا ما بعد خلصت كلامي يا الربع اسلم ابو سعد خلوني اتكلم اسلم ابو سعد هذه عين خير هذه حقه مهذال ما هي لمحمد فالواجب منا ان احنا ندعمها رقم التواصل اذا بغى كلها بعد البرنامج ان شاء الله بتكون موجود الحين بس قص شريط الابداع والابداع يعني بعد البرنامج اليومين ذي ثلاث ايام ذي من فين يجيب الكلام هذا عبد الله من فين يجيب الكلام قص شريط الابداع وهذا معجم الابداع صدق عزيز ياسين ارفعوا تحلى باب رزق والله والدك لا تلمسني والدك جميع حنا ترى اخوان يا الربع ونشوف ان انفسنا ان عائله واحده والله الذي لا اله الا الله هذا الكلام حنا معك ومع اللي عنده مشروع وانا ان شاء الله بعد البرنامج عندي مشروع وقادر وطلال وكلنا اللي عنده مشروع احنا واقفين معه سواء هنا ولا برا البرنامج والله يرزقها ان شاء الله الله يجعلها ان شاء الله باب رزق الله يجزاك وباذن الله نفرح بالشركه الكبيره شركه الله يحفظها ان شاء الله لا شركة طيب ما فيك مشروع صغير شركة قول له جاب والله ما يجيني ريال والله ما يجيني ريال تعالوا شوف كلمة من أعماق قلبي الله يرحم أمك أنا أقول ذا الكلمة اجلس من أعماق قلبي لكم جميع والله ما يجيني ريال كل من بدأ مشروع وقفتوا معه وقفت نتجملكم والله يا شباب ان تم موضوعكم ذا ووضعكم ذا برا انكم ان شاء الله باذن الله انجح نسخه ان شاء الله قسما بالله ان تم تقربكم على بعض وتدعمون بعض بعد البرنامج انكم ناجحين بحق وحقيقه انجح نسخه والرجال اللي بيفهق نفسه ولا بيشذ ما توقع في الله يستر عليه شذ وش الحديد من شذ شذ في النار فوقفتكم ذي يا ليتها والله تستمر يا رجال والله انا هالمكسب
قسم بالله باذن الله تستمر. جابر ترى من اليوم ما تكلم. ياكل فاجلين فيكم من يؤمن بالله رجال ياكل فاجلين. دقيقه ابو حور يا ابو حور جابر انا بالنسبه لي اول بدايه احنا مع راي الشباب ان شاء الله كنا مع الجميع، ولكن انا عن نفسي يعني احيي صراحه انا محمد ام هذاب على هذه البدايه. هي احنا كل الحين نشوفها ان شاء الله هذه بدايه متواضعه طيب علبه عامه، لكن انا ان شاء الله متوقع بعد سنه باذن الله ان تكون لها علبتها الخاصه باستكانها الخاص بطبعها الخاص على العلبه باذن الله قريب ان شاء الله الشهرين هذا، وان شاء الله ان يكون متوزع على على خليك كامل باذن الله. بعد البرنامج لا الحين لا محل ام هذال برعايه محمد بن علي المهلك مطيري. اقدح يا صبي مطير وارفع راسك فوق المحزن. اقدح مطير ما ترجع وراه. يا رجال صل على رسول الله. على طاري على طاري كفو يا شباب، على طاري الدعم وعلى طاري الامور هذه شباب تخلوني انبثق بس في سالفه بسيطه. اه قول واجهك ابيض ابيض وجهك ابو حوض ابيض وجهك يا ابو جلاس جلاس طيب شباب صلوا على رسول الله. انا معي سالفه بنبثق فيها انبثاقيه بسيطه لكن والله العظيم على قولة مقرن وقفتكم مع الواحد اللي طلع ودعمكم له. شوف لا تحسب انه بس جميل، هو جميل ان شاء الله لكن ترى بيفتح لك ابواب رزق. واجب واجب ما هو بجميل هذا واجب بس اقول لك يفتح لك ابواب رزق. اقول واجب أنا علينا. طيب اسمعني يا اخوي اقول واجب يا رجال يلا واجب قادر اتجت قصه سعيد غير بذاك اليوم يقول والله ما توفقت لين قمت اعلم الناس. انا بقول انا سالفه صارت معي امسك انا سالفه صارت معي اشهد الله ما اقول لكم الا الحقيقه. زمان كان عندي متابعين في السناب كثير وكنت اشوف ناس اقل مني بس يا ود يسوون اعلانات ما تجيني اعلانات ما ادري ليش. والله جاني واحد من اخويانا الله يذكره بالخير اسمه ناصر الشهراني، امسي عليه بالخير على قولة فيصل شافعي. نعم امسي عليه بدون خير امسي عليه. جاني قال طيب ليش ما تدعم الاسر المنتجه وجرب شوف الله سبحانه بيفتح عليك بعدها. قلت تم خصصت يوم الخميس او الاربعاء والله اني ناسي للاسر المنتجه اخذ في الاسبوع اسرتين ثلاث اسر. اتذكر مره عجوز كان معها ورق عنب صلحت الاعلان تلقاه ب 100 والله ما ادري كم هو والله لكن ما حتى اتذكر انها جت هذي ب 900 جت هي ولدها جت هي ولدها الله يسلمك. عندنا شيء اسلم يا قادر اسلم معك يا قادر كمل ابو حرف لا انت تعرف السالفه كمل خلاص انا ما بكمل ابو حرف لا والله انا اسمعك يا قادر ما يصير نفس الموقف خالد يعني خالد ايوه ماشي راح جنس خشوا في جنس هم ولا ايش؟ لا لا كمل المهم خلاص كمل يا بحور والله كمل والله ما اعرف السالفه كمل يا قادر خلاص يا اخي شحن هذه مشاركه عجوز الحوار لا يسد الود القلب. لا لا والله جيت اخذت منها الصحن هذا حق ورق العنب قالت لي والله ما انساه قالت الله يرزقك من حيث لا تحتسب. هذيك المره اقسم بجلال الله بدون مبالغه انها جتني ايام بعدها لدرجة اني ما الاقي مكان للاعلانات اني اصرف. اقول لا ما اقدر اليوم بكره بعده يعني فالله سبحانه بيفتح عليك باب رزق. انا في حديث اتوقع بس ماني حافظه نصا اذا جابر او الشباب يعرفونه من يعني اذا فتحت على اخوك المسلم باب رزق ان الله سبحانه يعني بيفتح لك ابواب كثيره بس ما ادري هل هو في نص في حديث او لا لا يسعى في حاجه اخيه او من سعى في حاجه اخيه تقريبا. فاقول لك هذا ترى اجر لك ان شاء الله والاسر المنتجه هذه ان شاء الله ان لنا اجر في دعمهم وانها بترجع لك في دنياك قبل ما مات. دقيقه بس حاجه بسيطه تعقيبا على كلامه مهم معناه انك ما عاد تاخذ من الناس كلهم فيه ناس يسوون اعلانات شركات هذا لا ما في مشكله إيه طبعا يكون بينهم عقود وشغل لكن فيه ناس علي. صراحه لو ما عندك الا 10000 تراهم في حاجة انك تدعمهم بالعشرة الاف. طيب الحين فما بالك ان عندك 100000 200000 ايش؟ ابو منير ابو منير ايش رايك ابو منير يوم بس في الاسبوع جدك انا حقتي امس اعطيها اياها مجاني من؟ مثلا مثلا ايش رايك بالموضوع هذا؟ انا بالنسبه لي من خططي دعم اسر المنتجه والله انا هذا قلت يوم الجمعه راح اعلن عن مثلا اربع اسر او خمس اسر مجانا. طيب تدري ان فيه واحد بيننا ذا الحين انه علشان سناب تيمي ذي ثلاث جاء عنده اسره في ابها وانه جاهم شقه تمليك في الخميس كيف ما لا تستصغر من من ما فهمت شيء شي. والله تكلم جد واحد بيننا هنا ما هو ولا يبغى احد يدري والله ما هو بنا ما فهمت كيف انا اعطوه اسره يا اخوي دخل عنده اسره راسلوا على السناب قالوا احنا وضعنا تعبانه وظروفنا وعندنا معوقين وعند صورهم وصور المعوقين وراحت السنابه
وجاهم شقة تمليك في الخميس في قيمة 400,000. أما أنا أروع إعلان قد جاني في حياتي، اسمع الإعلان أسلم. ها قلت إيش إعلانك؟ قال أبغاه الوجه لله. قلت أبشر من عيوني، وإيش إعلانك؟ قال غسيل وتجهيز أدوات الحنوت وجميع الأكفان وجميع كل شيء، ومعي سيارة أوصل أي مكان. قلت الله يحفظك ويسر أمرك، وحاول أنك لا أدق على جوالي وأني أسوي له حذف. رجال مغسل أموال الله يوفقك. وقال نزل سنابي لو سمحت الحانوتي. أندرتيكر والمشكلة خربان وصورته حطيت رقم العامل. والله وذا بيروح ولا قوم. والله انها صورة كذا مسجد على الطريق. والله العظيم انه ما جاء فترة له مخروش جاء فخ منه تشب وتدهر منه مبوى مزبط. يا ولد يا ولد ودك ما تخلص الصلاة وانت فيه على الطاري هذا. بعدين لما اقدح يصلون العشاء هناك ولا يطلعون الا الساعه 11. خلي السلطان يجي البرش اقدح حده قبل شاب سباح اللي لف انا قبل كل شيء. ايوه نسولف جابر عطني اسمع ابو حصان القادر بحور العيال الحلوه الجميله. قبل كل شيء اهم شيء ها انت حلو اهتمامك بالغير، وشيء جميل انك تهتم بالغير حلو. لكن في البدايه الان الان أول ما تطلع من البرنامج أو في البرنامج أو ما بعد البرنامج، حاول أول شيء أنك تهتم نفسك وتبني نفسك. صح هذا أول شيء. بنيت نفسك وبدعت ووصلت للي أنت تبغاه وحققت بعض من الأشياء، يعني حاول أنك دائما تبني نفسك أول شيء. سلمت. الناس موجودة بتحاول تساعدها بقد يعني ما راح حتى يعني تقدر تبني مثلا أيام بالأسبوع ترى ما يضر. إيه بالعكس يفتح. أهم في موضوع التعاون بيننا. أكيد نبغاك تعطينا الشارة شارة القهوة على الطاري يا شباب. بعدين لما نطلع من البرنامج قهوة شباب في معلومة يمكن أجمل. دقيقة دقيقة الشارة الشارة عليك سلطان اسمعوا يا ولي. قهوة مهذال القهوة الأصيلة. قهوة مهذال أجمل قهوة في العالم. قريبة من الأسواق. قهوة مهذال قريبة من الأسواق. قريبا في الأسواق. والله لا لا سلطان سلطان قريبا في الأسواق. قهوة مهذال قريبا في الأسواق. إن شاء الله. يا رجال وشاحن كمان. يا رجال قولوا قولوا يا الله ترى ساعة استجابة. ساعة استجابة يا شباب. أمس باوندات. يا طلال طلوا بدك جواب جر وجهك ببوكس. اللي بيحصل على الفروع الخمسة بتصل على 00 13 13 14. لا لا 0 13. يا الربع ساعة استجابة ونشرت. قولوا يلا سويت الإعلان. يقول قال لي قال لي أنا عند بدري علي تلقين شهادة تلقين شهادة تزكية إغماض عيون لف لحي مسجى مدري شو كلها. خليني أذكركم بحاجة دعوة وقت استجابة يا شباب. كيفك؟ قولوا يلا مثل ما عند الله. قولوا يلا أن الله يوفقكم جميع وأن الله ييسر أمورنا وأن الله يجعلنا من كل ضيق خرج ويجعلنا من كل مشكلة في الدنيا حل، وان الله ييسر امورنا واموركم، وان الله لا يفجعنا لا في حبيب ولا صديق ولا غالي، وان الله يرحم امواتنا واموات المسلمين، وان الله يجعلنا كلنا نفوز بالمركز الاول كلنا. امين. ناخذها قطه من 50 ريال. ما تدري يمكن يجي رجال ولا تاجر ولا سيد يقول له عطهم كل لحظة الحين فعلوا الدرار يجينا شيء والله بعد نفسك الحين اشرك بالله ذا يبغى الهدايا وانا اقول يا الله يا الله الخراج بس والله الرجال ابشرك جاء نفس الضربة اللي عندي. انت اللي جيتك نفسي انا من زمان لكن كنت تو جديدة جيت المستشفى يا رجال حركات انت جيت المستشفى على الطاري يا ابو حس على طاري الخير وذا لما نطلع البرنامج يجونك ناس كثير يكلمونك يعني تعال عندنا مسجد وعندنا كذا وعندنا امور. اعرف واحد من الشباب الله يذكره بالخير راح صلح اعلان المسجد ونزل رقم حساب قال حولوا على الحساب طلع رقم الحساب والله والله طلع واحد انه وعلى طول في الحجره على طول اقسم بالله ما اخذ 24 ساعه الا صكوبه في الحجره جلس فتره ممنوع تجمع اموال ممنوع تجمع اموال ممنوع وش تقول طيب تقول بس سواها من طيب نيه انا عارف انت تقول هذا مسجد اللي بيروح يعني بيشتري له اغراض يجيبها تحط رقم حساب ما هو مصرح ما له تصريح تعال يا حبيبي ما انت اي صدق والله والله العظيم تجمع اموال كيف تجمع اموال والله 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 انت تبطي ما شفت الشمس اي عشان كذا يعني هذه يعني نصيحه مستقبليه لو احد قال لك كذا وانا ما كنت اعرف ايش الدوله ما قصرت وجه. قالوا اشتغل بيع اشتر لكن خليك نظامي يوه. عندنا البنود 1 2 3 4 5 يا اخي بالعربي لا تسوي لي فيها جمعيه خيريه الا شيء رسمي يا هلا باللي يجينا يا هلا باللي يجينا
رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك. اسلم يا ابو راشد. ايه سالفتي معاه كل شوي هو قاطعها. اسلم اسلم. المهم يا طال العمر سلام. هلا والله. انا طال العمر واحرك من هنا وطال عمرك وعد الكرنيش. يو 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 الزحمه. يو يو. المهم تو دقيت على الشباب وتقاول ايش برايك حبيبي. شوف ترى انا جايب الكرنيش وزحمه عالم في كل شهر. السالفه تقعد تسجل والله ممتاز. خلاص اجلسوا برا بديجيكم. داخلين جوا المول والبرا امطار وفوق. يا اخوي الرجال من حاش جاي تسالف. الله ابو راشد الله يجزاك. يا الربع يا الربع ما اقدر اطلع برا يا اخوي. ما اقدر. سالفتك ما تنقال اليوم. والله ما اقدر اطلع برا. ابو راشد صاير سله. ابو راشد داخل جو برا حلو يا ابو راشد. هو الرجال يا ابو نهيان انا اعرف جوك وربي. بيشحن جواله. تحب الطقس الحلو صح ولا لا؟ ما في شواحن برا بيشحن جواله هو. يا الله انا اشحن معي شاحن متنقل. قم يا ابو راشد. خلنا نسير تكفى براش. احنا جلستنا فيده ما راح نقوم. ابو حصي احنا الرجال والله اجلسوا. طيب خليك يا ابو برا يا اخي المكان هنا ضيق والله. كان عندي سالفه بقولها للشباب ما تضيعون. احتزم احتزم. اسلم اسلم. تقول الله لا يبارك فيك. الله لا يبارك في العدو. اسلم ما بغلط عليك. لا حول قلب الطاوله عليهم. قايل حد النفس طيبه يا ابو راشد ما بغلط عليك. اخلص انا اخوك جاي معك. لا تتمس ملحس. اقول راح 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 صفط سيارتكم زي الناس. ترى مرور زي الله. اعطينا ملك. اسلم اسلم. ما ادري وش كنت اقول. اي المهم اول ما دخلت الكوفي توني جالس ويدخل ذاك الغثيث الغثيث ابو نظاره. ايه ابو شنب عرفته المزيون. وصل عند واحد منبثق ما يدري من كوع ببوعه. خلنا فيك الله غاز ليتها كذا. ايش عرف ان شاء الله ناعم يطيح مره يمين مره يسار. وانا كنت جالس مع مين؟ ايش واحد جح اوف اللي شعره كله معجون. خلفي عرفته مع عرفته. اسلم اول مره اشوف شاب ريحته نعناع. يا ابو راشد اسلم. انت ايش قالك؟ جابكم حصه وجابك. ايش قالكم؟ الله يحييك. الله يحييك. اقدع الله يحييك. شو سالفك انت؟ انا قلت بسالم. قايل لك وانت بسالم تقول يا الله تسلم. خلك في سوالفك. الله يحييك حبيبي. الله يحييك. اسلم يا ابو يا دخل عليك بالكفي صح. اسلم ما انت بسالم. يوم دخل تصدق من كثر القلق اللي سواه اني الى الان وانا قاعد اكلمك الى الان وانا حاني ما قادر اكمل سالفتي. احس صوته في اذني. تصدق والله احس ان انا اقول لك اقول صحيت. انا ما اروح للرجال هذاك اللي امر على البقاله اخذ معي كرتون بلدون. كرتون ايش؟ طيب ايش جابك؟ كل ساعتين حبتين. طبعا هو هذا طبعا خلاني اعيدها عشان هو على باله الخصم. انا ترى ما همني خصم. بلدول 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 بلدول. اقدع 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 اقدع. كفو. انا بفهم انا وش جابك تسمعه. من هو؟ انت ليش تسمعه؟ احبه. هنا المشكله. هذا ايش رايك؟ وش تبين اسوي؟ طيب انصحه. طيب ابو راشد انصح ابو راشد. صح قلت له يا اخي قلت انت يا اخي صوتك مزمار مزمار والله العظيم. يا اخوي زبد له وقول له سلامه. ابو راشد تدري انا احبه بالله. ابو راشد اي والله احبه يا اخوي. المشكله اذا قلت له صوتك مزمار جاء وقرب طال عمرك حط فمه عند ذنك وعطف. الله يجعلني فداك يا ابو راشد. المهزم يا جنب فداك. ما تحب الا اللي يحبك يا ابو راشد. والله هو يعني والله اخويك البدر ذا طلع عبد القادر. اي اخوي اسلم اسلم. ما تكبر والله ما تكبر والله من هيا تجلس. انت والله انك تجلس. ابو الهيا ابو الهيا والله تجلس. شلون مجلس؟ خذني 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 معك والله لمس. ابو الهيا ها والله انا بمشي. انا بمشي والله. طالبه ترجع ولا تقول شيء. يلا خليه يروح يمشي. انت انت صدق ولا تصرخ زعاق ولا سالفه تزعل على الناس للساعه. اسلم ابو راشد اسلم. خلاص بسكت. يلا يا ابو راشد ترى بالله تسكت شويه خمس دقائق. ابشر ابشر. ما يسكت ما يسكت. ما يقدر ما يقدر. شوف مالي انا عارف. قيدو يلا يلا خلاص 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 سكت سكت. قيدو الله ما لومك يوم قلت له من هدول. سكت يا ابو راشد سكت سكت. خله اسلم. لا بشرك انه سكت. الله يبين وجهه. سكت يا ابن الناس. تفضل استغل فرصتك يا ناس. استمي يا ناس. تكلم الحين تكلم. والله تكلم عشان خاطر ابن هيان. والله لا مو عشان عشان الرجال المسكين يقول سلفت عجزني. يا حبيبي انا ترى الوالده كلمها تليفون. كم الحين جالسين؟ 10 دقائق. يا حبيبي وساكت صح؟
لا تكلمه يا اخي. انا احس يا اخي لا تكلمه. احس انه يتكلم. لا لا شلون شلون يعني تبغى نطلع ابو راشد؟ غير مباشره اللي يبيك يطلع طال عمرك نطلع كلنا. ها اسلم اقدح اقدح هو ساكت. يلا تكلم. انتبه هنيا اقدح واسكت. جرين وش بيجرين؟ اسلم تصدق عاد اني مكلم الوالده قايل لها بجي شتقه مع عسل العصر اليوم. اي والله لا يعني تصرف من عندك حتى. ها وش قالت فيصل رساله؟ والله بيني وبينك قلت ماني بجايها يا اخوي مزعاج وكذا. انت الهرير عندهم جايب مقتن كرات الله يخليها لي مقتن بقدونس ومقتن انت عاد كيس حب رايحين الله يسامحك كرات يقدمها كرات. ايه نعناع فصفصات. اي بس يا اخوي قل له الا خلنا فيك خلنا فيك. امك دكت الوالده عندك الحلوه يا اخوي. ادري بس زعاج يا اخي. هل عجز كثره طلباتهم علينا؟ استغفر الله والله العظيم يا اخوي. ما قلت كذا يا ابو راشد. ايش تسوي يا اخي؟ اقول لكم الصدق يعني ولا ابو حصن؟ ادري والله جيراننا وخلنا اصحى اصحى ولا يعني قلق كل يوم تكلمك عصريه مغربيه العشاء. والله يا اخي ما عاد عرفت. ما هلبت يا ابن الحلال خلك يا اخوي. امك هذا امك شو النصيحة دي يا أخي؟ أمك فيكم الربع كلكم قبيتوا علي خير. لا أنا بس أقول لك حلها مع بعض والله وجوهم. ترى أمك أتفادي من هو ما يقصد أمه. من تقصد أمي؟ أخلع أخو أخو عنقي هو منك من هالقبو علي تقول شو وضعك؟ هو أبوي حتى الوالدة أحس الله يجي يخليها لكم. القوة تبي أنت تجي من حايل. تبي وين تجي؟ من حايل تجي أنت أبوها الصوت. لا الربع لا نجينا الكلام الصحيح. نجينا الكلام الصحيح صير عيشنا. نجينا الكلام الصحيح. ناس كثير كذا. اي والله ناس والله العظيم قبل واحد في القناه الله يستر عليه طبعا مو من المتسابقين نسولف بعد البث انصدمت لما قال ورحت انا وابوي وامي وقاموا ياكلون اكل حار ما شنو وجوهم هذول اللي ما ادري شلون جوهم شيبانك شيبانك. واطلع من المكان مقروفة نفسي هنيا والله يا الربع المظاهر العقوق انها انتشرت انتشار عجيب جدا هالوقت. انا يوم من الايام جالس في المجلس اسمعوا الباب عندي اللي هو باب الشارع فاتحه من فتره طويله وسبت موقف اللي خلاني يعني خلاص مع سكر. فصليت صلاة المغرب ورحت البيت. بين الصلاتين تعرف بين الصلاتين الوقت قصير ويجونك العالم اللي يبغى فنجان سريع يمر عليك او اللي يبغى يمر عليك ولا يبغى يتأخر عندك يمر عليك. فأصلاة المغرب جالس انا في الخيمة ولا اسمع الا الصوت عند الباب. يا ولد يا ولد اصيح عليه اقلط اقلط ما سمعني واطلع عليه لذاك الشايب بعصاه حياك الله. قال يا وليدي انا شفتك صليت قبل شوي في المسجد وشفتك وناظرت الا انت مقابل المسجد قلت خليني بامر عليك. قلت حياك الله تفضل. ويجي اذا دخلت المجلس الجار في الزاويه اليسرى هناك هو جاء وجلس في النص وقابلني وجلس على ركبته فهمت كيف؟ فهمت جلسته المتواضع جلسته استغربت من جلسته حسيت الرجال عنده شيء عنده حلم يبغى يقول. قلت ابوي في خاطرك شيء ولا حاجه؟ قال لي والله في خاطري واجد. طبعا وقتها كانت الوالده تكلم التليفون وانا اقول لها سمي ابشر ابشر يا جعلني في دار الجلسه ابشر ابشر. فهو الظاهر انها ثارت شجونه مع الكلام فقال وهني لك بالاجر يا ولدي اسمع سالفته. قال انا في وحده من المؤسسات تعطي بيوت لا تعطي بيوت للموظف. فيقول طلعت انا من البيت وصار البيت ملك لمن؟ لعيالي. فيقول يوم صار ملك لعيالي طردوني مع الباب. جروا عليه؟ إيه نعم طردوه قال توكل على برا. يقول والله اقسم بالله ان ولدي انه يحسدني حتى على الخمسه ريال اللي في جيبي. يقول يطالع في جيبي كم فيه وياخذ. اعوذ بالله. وشوي الرجال ينبكى. طبعا طلع معها اوراق شوف اللي خلاني اتاكد طلع معها اوراق. قال تفضل الا راتبه 1850. قال يا وليدي مره في الشهر مره تجي 50 ومره تروح 50
مرة تنزل لي 1800 مرة ينزل لي 1850. وصورة بطاقة العائلة فيها 9 أطفال. وفاتورة الكهرباء مدري كم. وبيان تعريف بالراتب. يعني ليش ماذا يا أخي شيء ينداله الجبين والله العظيم أني استاجعت وتألمت ألم شديد يا أخي. يا أخي حنا كل أبونا بكرة بيجي علينا عيال. يعني أنت تخيل بس الموقف. ها؟ تخيل يعني أنا الحين ولدي ظافر ولا ولدي يعلم. لو أكبر بس أنا الحين قوي وأقدر أشيل عمري. بس بكرة لو بيسوي بيظافر ذا السؤال ولا شوف الألم. شوف أنت كيف لو أنك عندك يعني العلم بالغيبيات وتدري أن ولدك هذا بيعق فيك بعدين وهو صغير أنت معي شو تسوي بهذا؟ معي؟ شيء مؤلم يعني حاجة ما لها حل إلا كون الهداية من الله سبحانه. استغرب أنها لأن الصلاح من رب العالمين. استغرب أنها تصير هالأمور. نعم. تقول قصيدة أنت ولا مكر عبد الله ولا إيش؟ يقول أبو فجر يقول فيني ثقة. يا أخي يحب أمه. يقول فيني ثقة ما تصورها مخيلتك. خيلتك. خلتني أمشي بنفس حيل من غطة. مشكلتي. فيني ثقة. فيني ثقة. فيني ثقة ما تصورها مخيلتك. خلتني أمشي بنفس حيل مغترة. مشكلتي إني أحبك وأنت مشكلتك تحبني فوق ما أحبك 100 مرة. الله سلام. صاحب زانك. هذا جديد. 100 مرة. يقول أدري إنك تدري إني ميت فيك. وادري انك تدري أيوة انك تدري اني ذايب فيك. ختمت انت هلا. يقول كيف لحنا ان العيون التي في طرفها خوعوا ودت عوال القبائل. وش خوعوا؟ حوروا. والله ما اسمع يقول خوعوا. عيال القبائل في خبر كان ودت عوال القبائل. لا تحسب ان اضافه لهذه السالفه لمحينا. كرر اسمع شوف التركيبه والصوره. صدق اني سالك ليش؟ اي فيني ثقه ما تصورها مخيلتك فبتعبك. لا والله يا عمي لا خلتني ها انت تكلمنا الحين. اي تبي الاول هذيك الانداد طيب يا رجال وش العلم؟ انا لي يومين كل ما رقدت وصحيت قمت تقولني مضروب بليور تقولني واحد مهبدني عضلاتي تلقاك تشقلب على السرير لانك بس اول مره اشوف واحد يقوم من النوم يضحك ابو حو تشبعت ما شاء الله عليك تعبت اسالك بالله والله بالعكس والله طيب الربع محمد ابو راشد شهادة الاعداد ابو حو الربع محمد ابو راشد بقول لكم شيء والله الربع صحيت يوم وما سمعت انا رماد في وجهي انا طالب ايش اسمع رماد اكيد انك راقد لك في ضوء راقد جنب الضوء اي من الضوء هناك وانا هنا طيب اسمع والله يا محمد بن عمره قبل شوي الظهر اما قاعدني يقول لي رماد تبعزه يا الربع والله انا ببراشه خروير 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 جاء ثوم من والله خروير يلبس برجع خروير خروير والله نبيت بروح قاعده جاء ثوم من ما في شيء لا نايم وانت قبل 3 ايام احسن من كذا طلال يا النكبه طلال يا انت انت اليوم الفجر اسالك والله انت اليوم الفجر انك تسولف واني اجيك وانك تقول والله رحنا وحنا شرينا سوا لا لا والله اني احسبك تسولف مع طلال يوم جيت اقرب اقرب ليه الحاله تحت البطانيه وياخذ شيء يقول يرقد يرجع شوي يوم عودت الفراش يرجع يسولف مره ثانيه والله تعال نكبه الحمد لله اني انا ارقد نومه هنيه ما فيها انت ما تقدر تتنفس من البطانيه اذا عليك تقول رد بطحه ما اسمع صوتك اصلا اسمع ما اسمعك ولا ادري رد يا اخي بحنا طير عطنا تغريده كذا كذا كفو بسرعة تغريدة كفو بسرعة يلا تغريدة كفو مغربية كذا فيها شوق وحنية أنا طالبكم طلبة ما عاد الله يمكن عندي أنا أدعو الله طالبكم طلبة لا عندي بيتين عندي بيتين مندعي يلا يا رب يقول البارحة صلوا على النبي صلوا عليه طيب أوكي تغريدة كذا أبو حور مع أنا كشفت إن أبو حور معادي لي ما عارف ما هيبوني ولا أنا ماني بها هاي أيوة أنا اللي أبغاها شلة الوكالة المتواجدة يا عمي من هو؟ إذا عندنا طقطقة إذا عندنا طقطقتين ما عندنا والله عندنا والله ما عندنا أجل لا تغرر تغرر أعطونا صلاة الصلاة والدعاء والله العظيم أعطني أنا واسمع تكفى والله صلوا على النبي تعطي تغريدة خلاص قول كذا لا تكفى أعطني يا واه الجديدة تكفى الجديدة ذي يقول قد جعل ربي إن الجمعة بها ساعة فريدة الله والنفوس الصادقة لمن دعت لبا دعا منعنا منكم
يا الهي اه روح يا اخوي ادعي لي دعوتين يا الله يهديك الله يسلمك اركب معنا قال نوح لولده اركب معنا على زاوي الى جبل يعصمني من الماء راح يوم راح شل هالشيء مات اي والله قول والله ايش دخل المثل ذا في مقرب راح فار التنور ضاع اعطوني رايكم الحين والله مره والله انا كاي ابو حور احس عقلك فيه في حيل تغريده عند اخونا عبد الله اقسم بالله تغريده ها ما عندي الا اللي قبل شوي اعطيتك اياه اعطني اعطني جعلها تاشف فيني ثقه ما تصورها مخيلتك لا ما يبي ذي الثانيه سمعتني اياها كثره الاعداء تعطيني شهاده الله طيب استغفر الله استغفر واعتبر نفسي على السادات سيد شكرا اعدائي على دعم الاراده انتم عالم سيئين بشكل جيد طيب من هم اعداء دقيقه ما تويت ما لي اعداء لماذا لك اعداء يا اخوي ما هذه بيتين طالبها الرجال بس لماذا لماذا لك اعداء ما لي اعداء ابو حور يا اخي اعداء النجاح ابو حور والله انا ناجح ابو حور ترى لي طالب ايش خلني بدل اعداء يا ولد ليه من عدوي ابو حور يعني ولا ابو حور اطلبك بس انت ذا الحين يوم تقول يوم تقول فيهم قصيده اضافه لهم لا ايش معي فيك اعدائي على دعم الاراده اطلبك طلبه يا ابو حور ايش معي فيك ابو حور بيتين الواحد ايش معي فيك ابو حور اللهم اننا تسمع ابو حور ايش معي فيك ابو حور ابشر بس ايش معي فيك شد حزامي مش حزامي شد حزامي عطى عبد الله طلبه تكفى يا ابو حور ابشر بس والله الذي لا اله الا الله الو يا غبشة انا معك واحد لقطها يا احد لابس جزمه هنا ريدين جزمه لا هذا الملك يطل... ايه ما انا عنده كم غازل طيري ها لا لا في غازل طيري غازل طيري ليه عندك اعداء انت يا ابو حور؟ لا والله ما عندي اعداء روح البس روح البس ستيريا والله ما عندي لا استضعف انا ولا ابو حور روح البس ستيريا هذه بيتي روح البس ستيريا ابو حور روح يا ريدين وين هذه؟ يا ابو حور يا ليت حاكمي ولا اقدر احاكيك الله يمسيكم بنور وسعاده يا من تحاكيني يا من تحاكيني ولا اقدر احاكيك الله يمسيك يا اخو تكلم جعل لك البندق ينفض لحيه يا من يحاكيني ولا اقدر احاكيك الله يمسيكم بنور وسعادة يا ليت حاكيني ولا اقدر احاكيك الله يمسيكم بنور وسعادة يا ليت حاكيني ولا اقدر احاكيك الله يمسيكم بنور وسعادة النار يوم أقرب إليها من قول عمل اللهم ارحمنا وارحمات المسلمين جميعا اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والترابي وحدنا اللهم أنفسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا ذا العرش العظيم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وحد سبوها الجدار اللي يبغى لها جدار أبيض أبيض كامل عشان كذا أقول لك في حايل خلنا نفتح واحدة زي كذا كافي كافي تجي طيب أنا أقول لك لابس ترى قليل عندنا كافيات بحايل يعني مو قليل لكن يعني مين منتشرة مين منتشرة من منتشرة يعني ما عليها سوق لا لان عندنا احنا ما نتعامل مع كافيهات واجد بغض النظر انت في مجتمع انا اروح الكافي يعني متى اروح امه اذا طفشت لا طفشت من الروتين ورحت بغير جو حلو انا معك صادق بس حتى اذا دخلت الكافي قليل القى ناس ما في احد ثلاثه اثنين احنا عندنا استراحات حتى احنا في المجمع عندنا لا عندنا يا ولد تقنعني ان حايل ما فيها ناس تقهوى وتروح تحلى وما راح تحلى أنا ما أقول لك ما فيه لكن أقول قلة لا ما في قلة يعني أكثر الناس استراحات ما عليك نجيكم استراحات
يصير عنده توصيل ولا انت عندنا حلم في ذاك لو نضبط جلسه زي كذا انت المستفيد صدق. جلسه كذا وذا وتجلس طال عمرك لابس الكرفته وتمسك كاشير تعيش جوك والله صار بلوتشي بليز جيف مي ذا كافي. بالله ايش رايك بالانجليزي؟ انا ما شغال معك. ها؟ انا معك مركز بشوف شو وضعك شوف بلا. شوف تالي كيف بالله؟ جت صح؟ تبي زي هذه انت؟ لا تشوف هذه ايه؟ يا ربي خلطه جاهزه من اجود انواع البن. تبي زي كذا انت يعني؟ لا لا بس انا اقراها انا. لا تبي زي الكيس؟ هو اصلا هذه ما تصلح الا هنا. ليه؟ لانها تحفظه. اللي بيحافظه بيحافظه بيحافظها بعلبة بيحافظها بدون علبة ما لا تخاف. لتحضير دلة من قهوة فلوتشي أضف ثلاث مناعي كبيرة. هذه ترى ما تصلح القهاوي الجاهزة. شو أنا أقول لك؟ لا 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 أنا قصدي القهوة هال شو يقولون له؟ قهوة الجاهزة. لا لا أصبر يا ابن حلال. جيب واحد فلوتشي. كلها حلوة. حلوة وكان محمد يبغاكم والله يشدني سلطان. صجه ولجه صجه ولجه ما شاء الله قسم بالله. والله قهوة دق. بالله عطر. ما هي بعيدة من قهوتك لكنها أزين. أشوف أوف حلوة باردة باردة تقهوى أنا نشبع حلوة أنت بها زعفران كل شيء فيها جاهز صبها بس نسمع بيت الحكمة تدرون شو اسمه إن الرقص ذي إنها يا ولد مشكلة ليه شيء الغنى والرقص فوق النعمة لا احنا ما ناكل احنا نلعب احنا نلعب نسوي اعلان بس ايش دخل الرقصه والغنه في الاعلان احنا ما ادري ايش جاب الطاري و كل واحد ديبر يا اخي عش ولا هو صاد والله لا والله صح صاد ايش دخل ما كنا ناكل واجدكم شيء والله انكم في خير لين دخل عليكم الشيطان صاد اشوف غمزك انا لا صكك بهاي القهوه توجهك غمزة ايش ما في اسوي اللي ابي ما حد له شغل فيني انا داري لكن ما الله ما لا لا اشتخر الله اشتخر كبير بين الله ما اكشف فيني بين الله ما اكشف انا اقول القهوة الجاهزة فهمت اللي تحطها بعضهم بعض القهاوي تحطها وتخضها بعد ترمس تخضها وتقهوى هذه اللي ما لها هذه من هذه ولا ذي كيف هذه نفسها وش هي قهوة يضرب ثلاث ملاعق كبيرة اي ما يعادل 50 جرام اضرب فيها المطعم بشكل ناعس والرغبة لتر واحد الماء وخض لا هذه القهوة السريعة اللي يبي ماسك خط ما تنفع حتى لو تمسك خط والله اذا ما تطبخ فيلمه ما تاخذ إيه؟ طعمها وقناتها ايه اذا ما طبخته ما هي قهوه هي الناس تدري ايش القهوه اللي احبها صراحه احب الفرنسيه يا اخي بالبندق هذه بس انها ثقيله ثقيله اللي توجع السبت لك ما دقتها عندنا والله ثقيله والله قسم بالله هذه نضرب عليها الضرب يا ولد انت قهوه على كورنيش الجبيل افخم كورنيش السعوديه هذه ايطاليه حلوه كورنيش الجبيل افخم كورنيش السعوديه هذه ايطاليه الايطاليه كورنيش الجبيل كورنيش الجبيل أصص. افخم كورنيش في السعودية بالله مقرن عندك علاقات الجبيل عندي انت يا حبيبي والله فرعك هنا والله جاهز والله دبرنا على كورنيش كشك ها دبرنا على كورنيش كشك الكشك من الموت الكشك هدبره كشك على 450 لا لا ليه ليه انت بصاحي انت تبع البلديه هو تبع كورنيش ما عندنا بلديه عندنا هيئه ملكيه او تبع الهيئه يعني الهيئه الملكيه ترى الجبيل كل شيء فيها ضارب صراحه انا خصبه للتجاره كانت يلا والله اخو عليك كلبك ولا 150 والله انك يدخلك شهريا يدخلك شهريا 40 الى 50 الف جنيه صادق ها استبر نبغى كوش كذا وجلسات وطلبات سيارات الكورنيش الجبيل والله بتستفيد تضرب ضربه تبي نضبطك بالاكياس هذه ضبطناك بس من الاخر يعني وانت كيفك يا سلام للبهارات لا ما يصلح بهارات كيس سبحان الله يعني البهارات لازم علبه بلاستيك ليه ما تصلح تدري من اللي ضبطه القهوه لا ضبط قهوه ام هذال ضبطها في اكياس اسمع تدري ليه قهوه كلهم هو تدري ليه القهوه عندك حتى انت غير البهارات قريبا ان شاء الله في الاسواق القهوه اذا صارت بطابق لان القهوه اذا طحنت راح ريحه تاخذ لها اسبوع اللون يروح ريحه يروح طعمها اصلا لكن لو كانت بكيس محفوظ ما يجي لها هواء لا يجي شيء طيب لو قطع الكيس ايش تسوي له اصلا اذا انت قطعت يعني تستخدمه يعني فتحته ونفس لا مو انا حطيت يا اخوي احنا ناخذ القهوه انا اسمع اسمع انا اشتري لي صاع اشتري لي صاع مثلا ها اشتري مد اشتري لي 3 كيلو مثلا طيب احط كيلو في الثلاجه في الفريزر خله هذه كيلو عندي اي بس قليل والله اني اطلعها من الفريزر واحطها في علبته انا جديد
إيه لا هو يقصد إنه بس هل هي هل هي مثل طعمها إذا طحنتها؟ لا إذا طحنتها إذا أنت حب وتطحنه لا فرق فرق. حدش عاد أنت دخلت في أمور ثانية. لا أقول ما تقدر أنت بس ما تقدر تبيعها وتصد المنتج بدون ما تطحن. هذا لا لا انا اتكلم يعني اذا طحنتها وحطيتها عندك بالبيت هذه مسؤوليه هي محفوظه. شوف عشان تنجح روح اسمع اسمع ابو الرجاء حفظ العلبه ابو حصه ما تقدر تحفظها. اسمع اسمع ابو حصه العلبه هذه ابو حصه ولا هنا الا اذا غطيت من فوق يعني حطيت طيب اسمع من فوق. اسمع ابو حصه ابو حصه اذا افتحه هو مسؤول ابو حصه. اسمع اسمع ولا هنا ابو نهيان الزبون وش يبي الحين؟ يبي الحاجه اللي تريح انت يبي يرتاح يبي ياخذ حاجه ما يتعب فيها صح. اتعب العب على الشغل. لا هو يقول اني انا ما ابي ابيعها في العلب ابيعها في اكياس لان العلب لو فكرها قلت ما بشغلك تكتب على العلبه في البدايات تبدا الحين باللي تقدر عليه اكتب الرجال حفظها واغلقها صح بعد ما تستخدمها. انت حطيتها في حضن الزبون الزبون هو كيف هذا لكن اهم شيء خلطتك ولعبتك في القهوه ومنتجك اللي طالع الزبون. هاي انا قهوه لعبه عز الله خلص. عز الله يا قهوه ام ام محمد اليوم انا حاضر مهدال تعبان لي ها ناس موزونة. أما شوف شوف قهوينا هذه حلوة لكن بلاك قهوة الشركات هذه المشون قايلة هذه طعم عمرك كيريان ما أدري شو قهوة يسوي لك قهوة يا أخي أنا قابلت ناس يا أخي في شمامرة في ناس من شمامرة قهوت معهم يا أخي قهوتهم سودة مين مثل قهوتك اللي تسوي ما هي ما نشرب القهوة لا ما هي لنا قهوة طيب يا أخي شوفها كثير يا أخي في شمر يسوونها لا لا ما في لا ولا ما في قهوة سودة سودة ما هو بالسودة السودة حمستها أزود على حسب الرجال انا طيب تعجب الحمسة ثقيلة انا والله ما تعجب الحمسة ثقيلة انا تعجب الحمسة وسط بعضهم يقول حتى الوسط انا ما تعجب انا ابي الخفيفة لا احنا احنا الشقرة والرجال هذه هذه قهوة ثقيلة 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 هذا في واحد رايح بخريطة قهوة سودة سودة قهوة تركية قهوتهم بس خفيفة من هذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.